تاريخ طويل من المناظرات الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن يبدو أن ترامب وبايدن سيكسران هذا العرف الانتخابي التاريخي. منافذ إعلامية أمريكية كبرى في أمريكا خاطبت في رسالة مشتركة الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب للمشاركة في المناظرات. المفاجئ أن بايدن رفض الخوض في مناظرة مع منافسه الجمهوري، والسبب أن ترامب سيكون خارج السيطرة كما قال. مساعد بايدن أثاروا مخاوف من أن لجنة المناظرات لن تتمكن من فرض قواعد الحوار على الرئيس السابق. أما ترامب فيبدو متحمساً لخوض هذا الحوار رغم أنه انسحب من المناظرة مع بايدن عام 2020. لكن لماذا المناظرات مهمة؟ لنأخذ نماذج تاريخية منها. المناظرة المتلفزة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة كانت بين جون إف كينيدي وريتشارد نيكسون عام 1960. بواقع 70 مليون مشاهد ارتبك نيكسون أمامهم، ما يعتقد أن الأمر أدى بشكل غير مباشر لفوز كينيدي. As far as Berlin is concerned, there isn't any question about the necessity of defending Berlin, the rights of people there to be free. And there isn't any question about what the united American people, Republicans and Democrats alike, would do in the event there were an attempt by the communists to take over in Berlin. أما في عام 1976 في ذروة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، فكانت المناظرة بين جيرالد فورد وجيمي كارتر الذي كسب السباق بعد أن تحدث عن عدم قدرة الاتحاد السوفيتي على السيطرة على شرق أوروبا في ظل إدارته. There is no Soviet domination of Eastern Europe and there never will be under a Ford administration. الانتقادات طالت المرشح الرئاسي رونالد ريغان عام 1984 بسبب سنه، لكنه أظهر خفة دم في المناظرة الرئاسية أمام والتر مونداليه. You know, I wasn't going to say this at all, but I can't help it. There you go again. I don't have a plan to tax or increase taxes. I'm not going to increase taxes.